موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر. قال: فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعة يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر. وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. قال: وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، يعني الإقرار بالمعاد، بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، والبعث والنشور والحساب، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. في هذه الآيات أمر نوح عليه السلام قومه بالتوبة إلى الله من الشرك والاستغفار من الذنوب والمعاصي. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فمهما كان ذنب العبد إذا ما تاب إلى الله عز وجل منه أناب تاب الله عليه وغفر له، فليس ذنب يصعب أو يعسر على المغفرة. وأما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات عليه غير تائب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك وسائر الذنوب والمعاصي إذا ما تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه، إنه كان غفارا كثير المغفرة. ولذلك لأن العبد كثير المعصية كثير الذنب، فعليه أن يكثر الاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، ويعد له في المجلس الواحد 70 مرة استغفارا أو 100 مرة، وقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم ثمرات الإنابة والاستغفار والإسلام في قوله: يرسل السماء عليكم مدرارا، كثرة المطر ومعها كثرة الخير، المطر المتتابع الذي ينتفع منه العباد وكذلك تنتفع البلاد، ويمددكم بأموال وبنين، يكثر أموالكم وأولادكم ويبارك لكم فيها. لذلك كان الحسن رحمه الله يقول: من استبطأ الرزق فليستغفر الله. إذا ما وقع العبد في ضائقة وفي شدة فعليه أن يتوب مما عسى أن يكون سببا في منع الرزق أو في تقليله أو في تأخيره، فإذا ما تاب إلى الله وأكثر الاستغفار جعل الله له مخرجا، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذكرهم عليه السلام أيضا بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ربكم الذي خلقكم
في هذه الأطوار والمراحل المختلفة، حين كان العبد نطفة وكان بعد ذلك جنينا في بطن الأم، ثم كان طفلا صغيرا، ثم تطور وتنقل في هذه المراحل حتى صار بهذه الصورة التي هو عليها. الذي فعل به ذلك هو وحده الذي يستحق العبادة. على العبد أن يعظم ربه وأن يوقره وأن يفرده بالعبادة وأن يستجيب له فيما أمره به وأن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه. ثم ينتقل من الآيات النفسية إلى الآيات الآفاقية كما سيأتي في الآيات التي بعدها. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولذكركم.